طابت أوقاتكم بكل الخير، حلقة جديدة من برنامج الصفحة الأولى وهي جولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. جدة قمة الجسور، صحيفة الشرق الأوسط تتحدث. مع استمرار القتال السوداني يواجه مسارات عدة وفقاً لنيويورك تايمز. وفي بوليتيكو نقرأ أيضاً واشنطن تحضر لسيناريو تجميد النزاع الأوكراني. بعد أكثر من 12 عاماً من الغياب، يعود الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية في جدة، والتي من المتوقع أن تناقش العديد من الملفات والحديث عن أجواء توافقية. صحيفة الشرق الأوسط تناولت هذا الموضوع تحت عنوان جدة قمة الجسور. تحدثت الصحيفة عن القمة العربية 32 التي تستضيفها مدينة جدة وسط أجواء تؤكد عودة الجسور المفتوحة على قاعدة التضامن والمصالح بين العرب أنفسهم وبينهم وبين القوى الإقليمية المتاخمة، فضلاً عن الجسور المفتوحة مع الولايات المتحدة والصين وروسيا. وتساءلت الصحيفة عن ما الذي بمقدور الجامعة العربية في قمتها في جدة فعله للبحث عن حلول عملية تطفئ التوترات المستمرة منذ سنوات مضت ولا تزال، حيث أن سجل القمم العربية ومخرجاتها يجعل البعض يتشكك في مدى واقعية هذا الطرح. أوضحت الصحيفة أن هذه القمة الثالثة في السعودية في 10 أشهر، حيث تأتي قمة جدة بعد قمتين رئيسيتين. الأولى كانت في جدة أيضاً وهي القمة الأمريكية مع عدد من دول المنطقة، والأخرى في الرياض من جولتين وهي القمة الصينية. واختتمت الصحيفة التأكيد على الأمل أن تتوج القمة العربية بنتائج واعدة عملية نحو نظام إقليمي يتحكم في مصيره ويسعى لإنهاء النزاعات ويفتح صفحة جديدة من الأمن والتنمية. تزامناً مع الترحيب العربي بعودة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة الجامعة العربية، يرى محللون أن هناك تصادم في الرؤى بين الغرب ودول الخليج بشأن هذه الخطوة. صحيفة الجارديان تناولت هذا الموضوع تحت عنوان الأسد يحضر قمة الجامعة العربية في الوقت الذي يعارض فيه الغرب عودته. وقالت الصحيفة إن حضور الرئيس السوري بشار الأسد في أول قمة له في الجامعة العربية منذ 13 عاماً يأتي وسط تصادم في الرؤى بين الغرب ودول الخليج بشأن إعادة تأهيله بعد أكثر من عقد من الحرب ضد شعبه. اعتبرت الصحيفة حضور الأسد يطرح معضلة أمام السياسيين الغربيين حال حضورهم، لا سيما أن الأسد لا يزال خاضعاً للعقوبات الدولية بسبب الحرب الأهلية في سوريا منذ 2011. وبحسب الصحيفة فإنه في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات أن الرئيس السوري مستعد لتقديم تنازلات مقابل الاعتراف به. وقال دبلوماسيون إن بعض الدول عارضت في السابق عودة سوريا إلى الجامعة العربية عندما أثارت الرياض القضية في اجتماع لوزراء الخارجية في جدة، حيث اعتقد معارضون أن الرئيس الأسد لم يتخذ الخطوات لإبداء حسن النوايا. وذكرت الصحيفة أن الغضب بدا واضحا في الغرب من هذه الخطوة، فقد أكدت المبعوثة البريطانية لسوريا أن لندن لن تدعم الخطوة بدون تغيير كبير في السلوك، كما سارع تحالف الكونغرس في الولايات المتحدة إلى تقديم مشروع قانون لضمان وقوف إدارة بايدن بحزم ضد الأسد. من القاهرة ينضم إلينا السيد أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف أهلا بك. يعني جدة هي قمة الجسور كما تحدثت الشرق الأوسط، ما هو المأمول من هذه القمة؟ صباح الخير لحضرتك. بكل تأكيد هذه القمة تأتي في ظروف إيجابية ربما لم تحدث منذ أكثر من 10 أو 12 عاما بعد ما يعرف بأحداث التطورات الربيع العربي. هناك قطار المصالح العربية قطع شوطا كبيرا في تحقيق مصالحات عربية كان آخرها سوريا، ومن قبل أيضا البحرين وقطر. وأعتقد أن هذا القطار منذ قمة العلا في 5 يناير عام 2021 كان بمثابة أن هناك توجه عربي جديد للبحث في إمكانية إحداث نوع من استئصال شعفة التدهور والخلل في العلاقات العربية العربية. وصلنا إلى قمة جدة التي سوف تكون منطلقا جديدا لتنفيذ ما تم التوافق عليه في قمة الجزائر في الأول من نوفمبر من العام الماضي، وهي لم الشمل العربي. أعتقد قمة جدة ستكون التنفيذ الحرفي والدقيق لهذه الصيغة أو هذه الاستراتيجية بشأن لم الشمل العربي، لأن هناك مصالحات عربية
لم تعد هناك خلافات بين الدول العربية وبعضها البعض، لكن ربما هناك خلافات بعضها داخل الدولة العربية هنا أو هناك كما يحدث في السودان حاليا، وبالتالي هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على أن يكون هناك بالفعل حوار هادئ ونقاش عميق بين القادة العرب، سواء فيما يتعلق بالجلسات التي تعقد الآن بالأمس واليوم على المستوى الثنائي والثلاثي قبل الذهاب أو الدخول في القمة الساعة 3 عصر اليوم، وحتى في الجلسة المغلقة بعد عصر اليوم سيكون هناك نقاش. سيد أشرف أشكرك شكرا جزيلا، نواجه مشكلة في الصوت، شكرا لك. ونواصل هذه الجولة في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. تحت عنوان البنتاغون بالغ في تقدير قيمة الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار، نقلت تايم فاينانشال تايمز عن أشخاص مطلعين قولهم إن البنتاغون بالغ في تقدير قيمة الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار في خطأ حسابي قد يؤثر على نفاد الأموال الحالية لتسليح الدولة التي مزقتها الحرب. تحت عنوان اجتماع أوكرانيا والصين لا يظهر أي بوادر لإنهاء الغزو الروسي، قالت وول ستريت إن الاجتماع الذي عقد في كييف بين وزير خارجية أوكرانيا ومبعوث صيني لم يسفر عن أي علامة على انفراج لجهود بكين لإنهاء الحرب. كليتشدار أوغلو يقول إنه سيتم إعادة جميع اللاجئين لديارهم وفقاً لدير شبيغل، حيث أعاد مرشح الرئاسة التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض قضية اللاجئين للواجهة مجدداً، متعهداً بإعادة جميع اللاجئين حال فوزه في الانتخابات. مجلة دير شبيغل تقول إن مرتزقة فاغنر في إفريقيا من أجل الذهب. أوضحت المجلة أن مرتزقة فاغنر يعملون في إفريقيا منذ 2017، حيث يقول مراقبون إن موسكو معنية بالدرجة الأولى بتأمين الوصول إلى المواد الخام القيمة كالذهب ورواسب اليورانيوم ذات الأهمية الخاصة كذلك. إندونيسيا توقع اتفاقية تجارية مع إيران، هكذا عنونت جاكرتا بوست مقالاً ذكرت فيه أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لجاكرتا في 22 من الشهر الجاري. وعاد إلينا مجدداً السيد أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، يعني كنا نتحدث عن أهمية هذه القمة في الظروف والمعطيات الراهنة، يعني وأيضاً في ظل التشكيك، يعني هناك الكثير وكما ورد أيضاً في الصحيفة التشكيك في مدى قدرة القمة كسابقاتها من القمم في طرح بعض الأمور القابلة للتنفيذ. دعيني حضرتك ارد على هذا التشكيك، اعتقد ان هذا التشكيك من الغرب والولايات المتحده الامريكيه تحديدا الاتحاد الاوروبي في غير محله وغير مشروع، لان الازمه السوريه ظلت 12 عاما دون ان يكون هناك دور اممي او دور للاتحاد الاوروبي او حتى فيما يتعلق بالجانب الامريكي، تركوا الازمه السوريه تستفحل وان هناك بالفعل انتهاكات كثيره وعمليات هجره لاكثر من اللازحين ولاجئين 11 مليون سوري، 5 في الداخل و6 في الخارج، بالاضافه الى استوطان للجماعات الارهابيه في شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا، وبالتالي الغرب لا يحق له ان يتحدث عن ان هناك تشكيكات لانه لم يقوم بالدور المطلوب منه. الجانب العربي اراد هذه المره بعد ان ترك المجتمع الدولي والامم المتحده والاطراف الدوليه اعطاهم فرصه لمده 11 او 12 عاما حتى يستطيعوا احداث نوع من الاختراق في الازمه السوريه، لكنهم فشلوا بامتياز. فقرر الجانب العربي ان يضع استراتيجيه جديده، وهي ان يكون هناك حل عربي لكل الازمات العربيه تم صياغته منذ اكثر من شهرين، واعتقد ان هذا الامر سيكون لديه درجه كبيره من التنفيذ على ارض الواقع من خلال خلق اليه تواصل من قبل لجنه التواصل العربيه المكونه من مصر والاردن والعراق والمملكه العربيه السعوديه ولبنان والامين العام للجماعه العربيه لامكانيه وضع حلول واقتراحات عاجله بشان التعاطي مع الازمه السوريه، خاصه ان بشار الاسد وعد او التزم على لسان وزير خارجيته فيصل المقدار في اجتماعات جده واجتماعات ايضا عمان التي سبقت قرار الجامعه العربيه بعوده سوريا الجامعه بخمس شروط او مطالب جوهريه، البحث في تسويه سياسيه بين المعارضه وبين النظام،
وقف ما يتعلق بعمليه المطارده الملاحقه والافراج عن السجناء، عوده اللاجئين، اعتقد وقف تهريب المخدرات عبر الاردن ثم الى دول الخليج. كل هذه حلول واقتراحات التزم بها النظام في سوريا وتوافق على ان يكون لها هناك درجه كبيره من برنامج زمني يتم تنفيذها في المرحله القادمه. وبالتالي الجانب العربي اراد ان يكون طرف في اي معادله دوليه قادمه او اقليميه بشان تحقيق التسويه السياسيه الشامله لسوريا في المرحله القادمه. وبالتالي كل هذه التهديدات من قبل الغرب والولايات المتحده الامريكيه لم تجد اذانا صاغيه في العالم العربي وتم تجاوزها، لان هناك واقع جديد وهو بشار الاسد موجود اليوم بالامس واليوم في جده، سيشارك في القمه، سيكون هناك قرارات يتم التوافق عليها ستصدر بالاجماع العربي. وبالتالي ارى ان الكره في ملعب العربي، وبالتالي اي محاولات من التشكيك لن تكون في محلها ولن يكون لديها درجه كبيره من الاعراب السياسي، لان هناك بالفعل استراتيجيه عربيه جديده بعد مصالحات عربيه وبعد مصالحات عربيه اقليميه مع كل من ايران وتركيا في الاقليم خلال الاشهر الماضيه، سواء بين ايران والمملكه العربيه السعوديه بوساطه صينيه او بين تركيا والامارات والسعوديه ومصر. وبالتالي هناك واقع جديد وتغيرات جيوسياسيه في الاقليم لا يمكن باي حال من الاحوال اغفالها او التغاضي عنها، لكن ربما يكون لدى الغرب درجه كبيره من احداث نوع من الانفتاح على تلك المتغيرات حتى يكون لديه درجة كبيرة من الحضور في المشهد الإقليمي والعربي في المرحلة القادمة من خلال آليات جديدة يتم صياغتها للبحث في تنفيذ مقررات هذه القمة في المرحلة القادمة بما فيها إمكانات إعمار سوريا بعد رفع العقوبات الدولية عنها ولو بشكل تدريجي وبضمانة أو بغطاء عربي أو بتعهد عربي في المرحلة القادمة. وبالتالي أن القمة ستكون قمة ناجحة وتختلف عن أي قمة عربية عقدت في 11 عام الماضية، لأن كل الأجواء إيجابية للغاية بما فيها المصالحات العربية وربما تبقى القضية السورية، القضية السودانية والأزمة الفلسطينية أو الصراع العربي الإسرائيلي، وربما يكون هناك مخرجات جديدة بشأن صيغة التعامل والحراك العربي معها في المرحلة القادمة. يعني صحيح، يعني في ظل احتواء إيران وأيضا تحسين العلاقات مع تركيا لاعبين إقليميين في الكثير من الملفات العربية، هل يمكن أن يفضي ذلك إلى تحييد هاتين القوتين من التدخل في الشأن العربي؟ هذا هو المأمول وهذا ما يتم الرهان عليه. لا تنسى أن المصالحة الإيرانية السعودية بوساطة صينية تم التوافق من خلال جولات موسعة في العراق، 5 جولات، وحتى فيما يتعلق ببكين في الصين جولتين بين المسؤولين السعوديين والإيرانيين، وتم التوافق على مجرد كل القضايا فيما يتعلق بالاشتباك السياسي بين البلدين إيران وأيضا السعودية، ثم البحث في خريطة الطريق فيما يتعلق بقضايا والهيمنة والنفوذ والتغلغل الإيراني في الإقليم. وبالتالي تم تحييد إيران بشكل كامل، وتعهدت إيران بأنها ستلتزم فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي العربي، وستتخلى عن ما يعرف بسياسة التمدد والتغلغل في العالم العربي، وستتراجع فيما يتعلق بتصدير ما يعرف بالثورة الإيرانية. نحن أمام منعطف جديد وإيجابي للغاية سيتم عليه البناء في المرحلة القادمة. لولا هذه التعهدات الإيرانية ما كانت المملكة العربية السعودية مشكورة أقدمت على هذه الخطوة، لأنها تضع الأمن السعودي والأمن القومي العربي في صدارة الاهتمام السعودي. وبالتالي هذا الأمر سيشكل درجة كبيرة من إحداث نوع نقلة نوعية في مسار العلاقات مع دول الإقليم من قبل الدول العربية والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، ثم أيضا قطرة العمل العربي المشترك. كل هذه الأمور ستكون محور بحث ونقاش معمق بين القادة في الجلسات المغلقة وحتى فيما يتعلق بالجلسات التنسيقية التي تسبق هذه القمة بالأمس واليوم، بالإضافة لأن هناك رغبة من قبل العالم العربي في إحداث نوع من الحراك الجديد نحو إطفاء النيران العربية في الدهليز العربي بأيدي عربية وليست بأيدي إقليمية أو أيدي دولية، لأن المجتمع الدولي خدع العرب على مدار أكثر من 50 أو 60 عاما حتى بما فيها بعد ثورات الربيع العربي. وبالتالي هناك رغبة عربية بأخذ زمام المبادرة هذه المرة بأيادي عربية، وأعتقد هذا الأمر سوف ينعكس وانعكس على حتى تطورات الأزمة السودانية. نجد على مدار أسبوعين كاملين اجتماعات في جدة في المملكة العربية السعودية لعبت دورا كبيرا في وقف ما يعرف به جزء من العمليات العسكرية وفتح الممرات الإنسانية والإغاثية والطبية، لكن ينتظر أن يكون هناك قرار من القمة العربية بإمكانية الضغط على طرفي نزاع حامد والبرهان للذهاب إلى طاولة مفاوضات في السعودية في قادم الأيام. كل هذه إيجابيات يمكن لابد أخذها في الاعتبار. ما هو عالق وما هو قائم من توترات وأيضا إشكاليات في الإقليم، ستجد القمة على الأقل آليات جديدة للحراك بشأنه، خاصة أن هناك رغبة سعودية لاستغلال هذا الزخم وهذا الحضور الذي لم يحرص من قبل القادة والزعماء على مدار القمم السابقة لإحداث نوع من الحراك العربي يصب في خانة توفير استحقاقات النجاح للأزمات والقضايا العربية، وفي نفس الوقت أيضا التعويل على المسار الاقتصادي. هناك خلق كثير من التكتلات الاقتصادية العربية سيتم التوافق عليها في هذه القمة، لأنهم يروا أن قاطرة اقتصادية ستلعب دورا كبيرا في تخفيف حدة التباينات في المواقف السياسية بين العواصم العربية. ومن هنا أرى أن هذه القمة متكاملة عناوينها بالغة الأهمية، العنوان الرئيسي هو التجديد والتغيير،
أي هناك رغبة عربية في تجديد مسار العمل العربي وتحريك المياه الراكدة وتغيير المواقف باتجاه توفير الحاضنة للأمن القومي العربي في المرحلة القادمة، وبالتالي القمة سيكون لها ما بعدها ليس كما قبلها كما حدث في العشر سنوات الماضية منذ ثورات الربيع العربي على الأقل حتى الآن. أستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مع استمرار المعارك في السودان وتعثر الجهود الدولية في فرض نوع من الهدنة تخاطر الأطراف المتنازعة في تحويل البلاد لحالة من الفوضى تشابه ما تعيشه دول مجاورة له. صحيفة نيويورك تايمز تناولت هذا الموضوع تحت عنوان السودان يواجه مسارات عدة مع استمرار الحرب. تقول الصحيفة إن القتال الذي اندلع منذ قرابة الشهر لم يفاجئ سوى البعض، إذ كان الصدام متوقعا بعد ذروة من التوترات بين القادة العسكريين المتنافسين، ولكن ما صدم الكثيرين هو حجم وشراسة المعارك والتي أدت لمقتل أكثر من 1000 شخص وتسببت في نزوح ولجوء نحو 1,000,000 شخص هربوا من الحرب. وتوضح الصحيفة أن السيناريوهات الأكثر كآبة للسودان تشير إلى انهيار كارثي مماثل لما حدث في الصومال في تسعينيات القرن الماضي، أو حالة من الفوضى مدعومة من أطراف خارجية مثل ما يحصل في ليبيا منذ 2011. ترى الصحيفة أنه رغم الصراع الدائري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى أن تحقيق انتصار للجيش وفقا لمراقبين قد يمهد لعودة الموالين لنظام الرئيس السابق عمر البشير، بينما يزعم الطرفان أنهما يريدان مستقبلا ديمقراطيا للسودان، إلا أن عودة الجيش قد تعني عودة الحكم الشمولي الاستبدادي. وفي حال فوز قوات الدعم السريع وصفت الصحيفة هذا الأمر بزلزال سياسي، إذ أن نجاحهم يحدث حالة من القلق في الإقليم والدول المجاورة. نقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن فصائل تابعة للجيش أكدت لأنها ستبقى تقاتل على الأرجح حتى لو خسروا المعارك، وهو ما قد يؤدي على الأرجح لحدوث تدخلات من دول مجاورة أو حتى تدخل أكبر من قبل روسيا، لا سيما مجموعة فاغنر والتي تسعى للسيطرة على مناجم الذهب في القارة السمراء. الولايات المتحدة تستعد للسيناريو الذي يتضمن تجميد النزاع في أوكرانيا واستمراره لسنوات عدة أو حتى لعقود. مجلة بوليتيكو تناولت الموضوع تحت عنوان أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى صفوف الصراعات المجمدة. وفقا للمجلة تنظر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في خيارات التجميد طويل الأمد، وهي تشمل تحديد الحدود المحتملة التي توافق أوكرانيا وروسيا على عدم تجاوزها. وتشدد المجلة على أن هذا السيناريو قد يكون الأكثر واقعية لأن أي من الجانبين لا ينوي الاعتراف بالهزيمة. ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي قوله أنهم يخططون على المدى الطويل لهذا الإجراء، ونوه المسؤول أن التخطيط طويل الأمد بات أولوية متزايدة لإدارة بايدن. وبحسب المجلة تعتقد إدارة بايدن أن الهجوم المضاد الأوكراني المقبل لن يوجه ضربة قاضية لروسيا. وتؤكد بوليتيكو أن الحديث عن سيناريو طويل الأجل يمكن أن يقوض ثقة كييف في استمرار المساعدة الأمريكية. يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون أوروبيون عن قلقهم بشأن تدفق المساعدات على كييف العام القادم، مع دخول الولايات المتحدة المراحل الفاصلة من حسم السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض. مع ترجيح كفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإن الغرب قد يجد نفسه مرغماً على إيجاد طرق أخرى في تعامله مع تركيا. مجلة بوليتيكو تناولت هذا الموضوع تحت عنوان ربما يتعين على الغرب أن يتعلم كيفية التعايش مع أردوغان. قالت المجلة إن الانتخابات التركية تتحدث عن المرونة الديمقراطية لمجتمع يستحق الدعم،
لكنها تخبر أيضا بشيء من المرونة الشعبوية الاستبدادية في إشارة إلى أردوغان. بحسب المجلة، تحتاج أوروبا إلى البحث عن طرق بديلة أكثر هدوءا للتعامل مع المجتمع التركي بخلاف من يكون زعيمه، حيث أن الاستمرار في حصر العلاقات مع تركيا في شخص أردوغان لا ينصف البلد أو ديناميكيته أو قدرته على التغيير. وأشارت المجلة إلى أن الغربيين كانوا مترددين في العمل مع أردوغان لاعتقادهم أن الاضطرابات الاقتصادية التي تعانيها بلاده قد تطيح به في الانتخابات المقبلة، لكن التحولات الكبيرة التي طرأت على المشهد الدولي منذ تلك الفترة عكست الاتجاه الغربي. وفي ختام المقال قالت المجلة إن الغرب لا يملك في الوقت الراهن رفاهية مواصلة نزاعات جانبية مكلفة مع شريك رئيسي لا تقتصر أهميته فحسب على صعيد دعم أوكرانيا وموازنة تأثير روسيا في منطقة البحر الأسود وأمن الطاقة للأوروبيين، بل أصبح قوة رئيسية في محيطه الإقليمي ويعمل منفرداً على مواجهة الفراغ الذي أحدثه تراجع التأثير الغربي في بعض المناطق. نصل بذلك إلى ختام هذه الجولة في الصحافة العالمية. إلى اللقاء.